السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مقطع جديد. مقطع اليوم Red Dead Redemption. إن شاء الله اليوم راح نلعب Red Dead Redemption. في مهمات غريبة إن شاء الله راح أخلصها، مهمات جدا حلوة وجدا مشوقة. بس قبل ما أبدأ عندي طلب بسيط شوي، يا ليت إنكم تشوفون المقطع كامل أو توصلون المقطع لين آخر المقطع، لأن كذا دخلت المقطع وطلعت على طول كذا راح تضرني. فإذا ما تبغى قدم الأخير وخلاص. عموما بسم الله خلونا نبدأ إخوان، الاشتراك واللايك وبسم الله نبدأ. طيب أول مهمة راح نصيد واحد من المجرمين، تمام؟ واذا صدنا اتوقع يعطوني فلوس، والله اذا ما اعطوني فلوس يعني بعصب. ايش في الشرطه؟ الشرطه جتني يلا عن ليش جتني؟ ايش سويت عشان قتلت هذاك؟ يلا ابلع انت الثاني. اسمع شرد شرد ها شرد. لا شوفوني دو حلو، قاعد يدورون علي بس الهطوف ما حصلوني. ويو اوكي حلو خلاص راح. اتوقع صار علي انا باونتي $30 ما ادري كم. عموما ما علينا، خلينا نصيد. وين الشخص؟ وين الشخص؟ ها إيه لا تستهبل. لا يلعن ابو الغباء، كان في مجرم هني لازم اذبحه واحصل فلوس. يعني هنا علشان ذبحت انا واحد قالوا ما تقدر، لازم تروح مكان واحد ثاني تصيد واحد ثاني. بس وين نروح يا حبيبي؟ انا متفيج اروح هني، مسافه والله. اوكي اسمع، راح اروح اذبحهم. ها قدحه يا ولد قدحه، اروح اذبحهم. خليك تشوفوني مو مشكله. خلاص 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 ما راح اسوي شيء. ابلع هي ما يموت. يا حبيبي اوكي انا مت. ثواني ما عندي اسلحة يا حبيبي. اوكي خلاص موت. الله يلعن. ما علي تيك ريلاكسنج. انا فيني لقافة الا ادعس واحد غصب يا اخي، تركه في حاله. اوكي ما علي، باونتي علي $50 ليش؟ هالدرجة انا مجرم كبير يعني. اوكي بنروح عند واحد ثاني ونشوف، بنروح عند مجرم ثاني ونصيده وناخذ فلوسها. بس مو في المنطقة، لان المنطقة انا مطلوب فيها، فبروح منطقة ثانية. ليش احس اني طولت في الشر؟ عموما يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بس اخي والله مسافة. ايش في ايش في؟ حبيبي صبر لا يموت الحصان. ثواني يا الله، انا اليوم ما ادري ايش السالفة. بصيد مجرم فجأة ذبحت واحد صرت مطلوب، الحين قطاعين طرق صادوني. يا حبيبي ايش فيه؟ اليوم كل الدنيا ضدي يا اخي. مشكلة انا ما عندي اسلحة، اسلحتي بيض فرد. اوكي دقيقتين ثواني بس. لا عندي حبيبي جيبه. ثواني على ما في خيرك الكبر، على ما في خيرك الكبر. تفهم؟ تفهم الهطف؟ تفهم الهطف؟ على ما في خيرك ركبه. ها منو؟ يلا تعاملوا بعد يبغى. ناس ما تمشي الا بالعين الحمراء. بس رب الكعبه جلدتهم ها؟ لعيوني جلده حط لايك. يا لا حصاني تعب. يا الليل مو وقتك ابن الحلال، خل اخلص الفيت. وقيه. يا الليل يا اخي انا فيني اللي قافل، لو مو ذابح ذاك الشخص كان خلصنا. بس اقول لك الملقوف متحوس والمتحوس ملهوش. حلو وصلنا المدينه، مدينه اسمها ستروبري. اسمها فراوله. تكفى لا ادعس هذا. لا خبي سلاحك، نسيت انا. نسيت اخبي سلاحي. لا حبيبي بس اوكي. هذا الشخص اسمه جوشوا براون. اوكي لازم نقتله، اتوقع لازم نقتله. اوه عليه $40، اذا مسكناه عليه $40 خلاص تمام. حبيبي يلا. ايش سويت؟ ايش سويت؟ صبر اهدى. ابلع يا كلب، ابلع يا كلب، ابلع يلا بس. جيت اسوي خير لكن والله ما تستاهلون الخير. تعال يلا ها منو؟
تعال عمي طلع. ما عندي سلاح. اوكي والله انا غلطان، جيت بسوي خير والله، بس ما تستاهل، ما تستاهل الخير يا كلاب. حبيبي ايه حبيبي، خلص يا اخوان، صبر صبر رحمة الله. يا عيني اعطيته في المنطقة الحساسة. ايه تلعن يا اخي، والله انا بريء بسوي الشيء للخير يعني، بس ما في. تفعل خيرا تلقى شرا. زي عموما يا اخوان نرجع للمجرم اللي لغى المسكة. ها هذا المجرم، اوكي هني مكانه، راح نروح له. تمام احنا قاضينه مشاوير. يلا بنروح له ونصيده وناخذ فلوس. ها يلا مع هذا الجو البارد والدافئ، يقول المثل كاتي كورك التفاح كما كرك واريت. اتحداك اقول يا ليت يا ليت الضب ياكل. دقيقه فيني شيء رسمون يعني نيد القصيده انتهيت بشيء. يقول ليت الزمن ليت الزمن اعطاك ليت الزمن اعطاك الوقت اللي تحتاجه عشان تشكهم شك. المثل يعني انه واحد كبير في العمر بس يوم كان في شبابه كان مكسر الدنيا، فليت اعطاه الزمن وهذا بس. والله هذا كانت المثل. اوكي عموما شباب الحين انا متوجه لكنز. تمام احنا كنا متوجهين للمجرم كنا بنقتله، بس على طريقنا في كنز هني، اللي عارف انه في هني كنز وفي قطع ذهبيه. هاي القطعه بسم الله بسم الله، اسفين يا اخوان، يقول لك في قطع ذهبيه هني، وهاي القطع الذهبيه تجيب لك فلوس نقدر نروح نبيعها. فالكنز والله العظيم ما ادري وينه بالضبط، بس بندور عليه. شكه فيني من هذا؟ هذا ايش في؟ ايش في؟ وات توف ايش في؟ ايه بسول كنت راح اموت انا بعد. اوكي عموما نرجع. اغرب شخص ممكن تشوفه في اللعبه. عموما طبعا هذا صندوق الكنز لقيته، تسوي لوت تفتح تاخذ جولد نيجت قطع دجاج ذهبيه. حلو هاي ثلاث قطع دجاج ذهبيه اقدر امسكها اقدر يعني اخذها ووديها اروح ابيعها. فيعني شوفوا مكان كنز بالضبط هني. ها شوف شوف هني مكان الكنز. تمام هذا جون مارستون هني المكان. الحين نرجع لخوينا المجرم عشان ناخذ بعد عاد ان شاء الله هذا المجرم يعني ما نجيب العيد ويقتلنا. انا مستعد اذا قتلني حطوا السلاح. خلاص يا حبيبي شد شد شد. قام اطلع عافيه، انا قام اطلع عافيه. اتحرك اتحرك اللي يقطع ابو الله يلعن. دي دي طلع السلاح يا حبيبي راح اموت. واتف ايه قاعد اموت بطرق غبيه. انا قايل لكم والله بهذا المقطع في شيء، في انه في سحر اسود. المجرم ما يبغى، ما اقدر امسكه، كل ما ابغى امسكه يصير شيء. تعال تعال الدثان والله كلب هذا حصان سحب علي. قال لهم ايش المثل؟ قال خذ اللحم ونحن العظم. صح لكم الشحم واحنا لنا العظم، لكم الشحم ولنا العظم. اوكي صار ما له دخل المثل. خلاص اوكي خلينا نكمل. مشكلة انا ما اقدر اصارخ في المقطع لان اهلي نايمين، ما ابغى يعني اصرخ يعني اروح فيها. طيب حلو المجرم هني ساكن هني. اوكي يقول لك في هني المجرم هي از وانتد الف، يبغونه حي مو ميت حي. حلو بسم الله الرحمن الرحيم. حاس في انه في الموضوع. بسم الله بسم الله. اوكي الان الوضع تمام. حلو
قاعد جون مارسون. اوه جا المجرم. اوه ماي جاد جا المجرم هذا. هذا المجرم يشبه واحد. حلو. لا خسرت. شوف انا الحمار ذبحته مفروض ما ذبحه. مفروض ما ذبحه. ها نبغاه حي. اقولك ايش في؟ اها عرفت عرفت عرفت. اتوقع لازم اضرب رجله. تمام خلاص اركضوا اركضوا اركضوا. هدوء. ها لازم اضرب رجله. ذبحته. يا الله صبر صبر. ها خلاص اصلا تركيز. ها لازم بس اضربه اجرحه بس ما اذبحه. تمام شو السالفه؟ هو مأشر لي هني. خليني اسال. بس حلو 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 حلو. تعال تعال تعال. تمام مسكتك. تعال يا كلب تعود. اربطه 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 اربطه. حلو حلو حلو. نربطه. تعال يلا اكلبشك اكلب. بيك اب بيك اب بيك اب بيك اب. كيف 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 ايش اضغط؟ لا اول شيء خل اول شيء خلينا نلوته. لوت 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 كلب. تعال يلا يا كلب. اوكي الحين لازم نرجع ستروبري. تمام ونسلمه. تمام يا سلام صدناه صدناه هذا الكلب. ستو ستو يعني ايش؟ حطه صح؟ حلو. يا عيني يا عيني يا عيني. يا عمي اسكت بس يلا. حلو الحين ناخذه نوديه الستروبري ويعطونا الفلوس. اهم شيء احنا الفلوس. انا ما ساعد الوطن انا اهم شيء الفلوس. يا حبيبي ايه ايه ايه. لا تستهبل. وات تف. الرهينه ماتت. مو الرهينه المجرم مات. مات بأخبى طريقة. يا حبيبي شيله. يا شيخ رجعنا نفس المكان. يا الله يا اخي الموتات غبية موتات غبية. انا ترى متحمل ساكت عشان الفيديو والله بس. الله رجعنا مشكلة. ليتس جو جون مارسون. ترى ما نموت نوصل بالسلام. والله تعبت كل شيء اموت يا اخي. مشكلة موت اغبى من الثانية. اوكي خلاص سيدة سيدة امشي على الموب. اوه بسم الله شجر شجر. نتراوغ يا رباه. ميسي ميسي سيح سيح يا حبيبي سيح سيح يا طول العمر سيح. يا بسم الله حلو. يا عيني ريكار 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 ريلاكس ريلاكس. يا اخي هذا المجرم ويا يقهر. الحين فجأة راح اموت باغبى موتة. يطلع لي ذاب يطلع لي فيل تطلع اشياء غبية. حلو تقريبا وصلنا الستروبري. حلو. لا يا حبيبي لا. يا رب ما مات يا رب ما مات. اوه الحمد لله حسبته مات. حسان قوم 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 قوم. رب الكعبه خف. حسبه مات والله. اوكي هذاك مات. يا حبيبي قال لكم لا تصير سيناريوهات غريبه. هذه حمله شرسه علي. قلت قلت اتمنى انك قتلتني قتلتني ولا لا دعمكم بعد يا اخي. حلو وصلنا وصلنا يا اخوان وصلنا للوجهه. يلا انزل يا كلب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نسلم الرهينه نسلم المجرم. مستر براون هلا مستر براون. ابلع مستر براون. حلو نحطه في السجن. يا عيني اخر حلاوه. يلا خيس هني يا كلب. يلا بلا في شكلك بلا في شكلك بلا في شكلك. حلو سجلناه. شوف يا اخوان صورة عرض. توكل على الله توكل. الحين نرجع للاوفيس ويعطونا الفلوس. ها ورب ما تعطينا الفلوس. حبيبي حبيبي جيف مي جيف ماني جيف مي 40 دولار. طبعا دولارات كانت عندي كل شيء اموت وتروح تضيع ما ياخذونها الناس.
مال مقص مسكنا مجرم اكتشفنا كنز متنا سوينا كل شيء. اتمنى يعجبكم المقطع يا اخوان، حسابات تحت في الوصف. ان شاء الله في تنزيل اكثر واكثر. هذا مقطع خفيف لطيف عشانكم، وشكرا لكم. حساباتي الانستغرام انزل فيه صور، السناب انزل فيه يوميات، قناتي الثانية تحت. ايش في بعد؟ فيسبوك، لا زمان فيسبوك بس يعني، واشتركوا في القناة يا اخوان، انشروا المقطع هام انشروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.